الرابع عشر من شهر نوفمبر 2020 الموافق بالثاني من شهر ربيع الآخر عام 1442 للهجرة النبوية أعز المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من القسم العربي بقناة توبات تي نحييكم ونقدم لكم الموجز إليكم التفاصيل انضلع خريق في وقت مؤخر من الليلة الماضية حوالي الساعة السادسة صباحا في, في سوق عكاز بمدينة توبا والتهمت النيران والتهمت النيران اربع مراكز ستسوق تسوق وحوالي متجر وفقا للاحتسادية وحفا للاحصائيات المؤقتة وقدر بعض التجار القيمة النقدية للبضائع التي أتت عليها النيران مئة ملايين ومن جانبها قالت آه سرطة إنه قالت سرطة إنه على الرغم من أن الأضرار الناجمة على الحريق كانت واسعة للغاية إلا أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابة بشرية حتى الآن مضيفة أنه تم فتح تحقيق على الفور لمعرفة خلفية وأسباب الحريق وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم تحديد أسباب الحريق لحد صفيرة الدولة الفلسطين لدى السنغال يعني الشعب السنغالي إثر الحادثة البحرية التي خلفت أكثر من 300 خطيل خالت إثر الصدمة العنفية التي شهدتها مئة, مئة شهدتها مئة قارب المهاجرين السنغاليين المتجه إلى جزر الكناري الإسباني والتي أودت بحياة 140 من أصل راكب من أوصاء حادثة تشجل في عرض البحر خلال عام 2020 للأسف هؤلاء الضحايا قد عرفوا قد عفوا حياتهم سمن ذلك الواقع الاقتصادي البائس الذي خلفته معادلة الهيمنة والتبعية الأجنبية فهذا هو حلم المهاجر ومن أجله تساوى هواشم الموت والحوايا والحياة في محاولات أخيرة الاستعادة الأملة قالت المفوضية الصامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم الاثنين إنه تم انتقاد انتخاذ 77 مهاجرا غير شرعيا خبالة سواحل ليبيا وقالت المفوضية نكرر أن ليبيا ليست مياه ليست مياه أمانا لإعادة اللاجئين والمهاجرين بسبب انعدام الأمن والفوضي التي أبغت أعبقت سقوط زعيمها معمور خدفي في سنة 2011 أصبحت ليبيا نقطة انطلاق مفضلة لألاف المهاجرين غير شرعيين الذين يرغبون في عبور البحر الأبيض المتوسط في أوروبا المتوزع تجاه أوروبا ولا يزال آلاف المهاجرين غير الشرعيين الذين تم إنقاذهم في البحر أو اعتقالهم من قبل السلطات المهتجرين داخل مراكز استقبال مكتزمة على الرغم من الدعوات الدولية المرتكرة متكررة لإعلاق تلك المراكز. أقيم في ماليا يوم الثلاثاء جنازة وطنية للرئيس السابق أمدو توماني توري الذي توفي الأسبوع الماضي واربط اسمه وارتبط اسمه للانتقال إلى الديمقراطية وأيضا ببداية الإضرابات الأمنية التي لا تزال البلاد تشهدها وتم نقل جسمان الرئيس السابق في نعش مغطى بالعلم الوطني يحملها ستة جنود ببطء إلى وسط صحة الهندسة العسكرية في باموكو وحضر العديد من الشخصيات المالية كما حضر رئيس وزراء نيجيريا وغينيا بساو عن الحكومات المنطقة وألقت ابنة الرئيس السابق كلمة خلال الرسم خلال المراسم التي كانت من مقرر أن تختتم باستغراد للقوات البرية والبحرية بحسب البرنامج التي أعلنه المسؤول عن المراسم قالت العاقل المغربي الملك محمد سيس في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنتوانيو غوريت اليوم إن المغرب متشب بالاتفاق وفق إطلاق النار لكنه سيعمل على ضمان حركة التنقل الآمنة الامانه والإنسباية مع موريتانيا وبحسب بلاغ صادر عن, الدي عن الديوان الملكي المغربي فان الملك محمد سيس اكد انه إسرافش فشل لكافه كافه المعاملات المحموده لامين العامه تحمل المملكه المغربيه مسؤوليات في اطار حقائق مشروع تماما وقال البلاغ ان المغرب اعاد الوضع الى الطبيعيه وقام بوسط المشكلة بصفة نهائية كما أعاد إنسابية حركة النقل ها هنا ننتهي أعز المشاهدين لم نبقى الآن إلا أن نشكر كل من شارك في هذا الموجز دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته